النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنتحدث فيها عن الأمور التالية: متابعة للأحوال الجوية والمنخفض القطبي المتوقع أن يؤثر على المملكة هذه الليلة ونهار الغد، وسنتحدث بتفصيل أكثر عن توقعات الأمطار والثلوج وبعض النصائح والتوصيات بشأن الأحوال الجوية. نبدأ معكم دائما بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى تشكل جبهة هوائية باردة على طول المنطقة الشرقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. يتوقع بدء عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة تدريجيا خلال الساعة القادمة، جلبة مع هطولات مطرية في أغلب مناطق المملكة، وبدء لتساقط الثلوج فوق جبال الشرع. تحدث عن توقعات النماذج العددية للمحاكاة الحاسوبية لحركة الكتل الهوائية القطبية. هذه الكتل الهوائية القطبية المتواجدة في شرقي البحر الأبيض المتوسط وتوقع أن تتحرك وتدخل إلى داخل مناطق بلاد الشام والمملكة مع ساعات بعد منتصف ليلة الجمعة على السبت، وتتموضع فوق المملكة بشكل لافت خلال ساعات صباح ونهار يوم الغد، ثم تتحرك شرقا وتبتعد عن المملكة مع ساعات مساء يوم غد إذاما بانتهاء المنخفض الجوي المصنف بأنه من الدرجة الثالثة. توقعات الأمطار وأماكن تحركها، كما تلاحظون إذن هذه هي الجبهة التي ظهرت على صور الأقمار الاصطناعية. يتوقع هطول معها الأمطار في كافة مناطق شمال ووسط وجنوب المملكة على الواجهة الغربية، تكون على شكل تساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية في جبال الشرع. لاحقا خلال ساعات هذه الليلة يتوقع أن تدخل هذه الجبهة إلى الداخل، وبالتالي يتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطولات مطرية تترافق أحيانا مع حدوث الرعد، وأيضا ربما تترافق مع تساقط لزخات من البرد. خلال ساعات ما بعد منتصف الليل يتوقع أن تبدأ الثلوج بالتساقط فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاع عن 1000 متر عن سطح البحر، تشمل المرتفعات الشمالية والوسطى وأجزاء من المرتفعات الجنوبية وأغلب مناطق جبال الشرع، وسنتحدث عن أكثر عن فرص تساقط الثلوج بعد قليل. أما مع ساعات صباح يوم غد فتبقى الفرصة متاحة في أغلب مناطق المملكة للهطولات المختلفة سواء المطرية منها أو الثلجية، وخلال ساعات النهار يتوقع أن ربما أن تسحب بعض هذه الزخات بحدوث الرعد خلال ساعات نهار يوم غد. مع ساعات المساء والليل تتراجع فرص هطول الأمطار وتصبح أكثر عشوائية وعلى شكل زخات محلية في مناطق متفرقة من المملكة إذا ببدء انتهاء المنخفض الجوي. ومع دخولنا في ساعات الليل المتأخرة من يوم السبت تصبح فرص الأمطار عموما ضعيفة، لكنها تبقى موجودة في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى. توقعاتنا لتساقط الثلوج تشمل المناطق اللي ممكن يتساقط عليها الثلج في المناطق الشمالية من المملكة، مرتفعات جرش وعجلون العالية، هناك فرصة جيدة لتساقط الثلوج خلال ساعات هذه الليلة وصباح يوم الغد، مع فرصة لحدوث بعض التراكمات التي بشكل عام لن تكون كبيرة. في حين أن مناطق غرب العاصمة عمان هناك فرصة لتساقط الثلوج خلال ساعات هذه الليلة وصباح يوم الغد، ولكن تكون هذه الثلوج غير متراكمة، في حين يتوقع تراكمها في قمم جبال غرب العاصمة عمان مثل مناطق تلال علي وصويلح والجبيهة. هذه المناطق العالية من العاصمة عمان وصويلح ربما تشهد تراكمات لكنها بشكل عام محدودة. مناطق مرتفعات البلقاء العالية جدا أيضا متوقع أن تسقط فيها الثلوج، ولكن يتوقع تراكمها أن يكون بشكل عام محدود. أما في محافظة الكرك فلا يستبعد تراكم الثلوج فوق مناطق لواء المزار الجنوبي وأعالي مؤتة، في حين أن مناطق جبال الشراء يتوقع أن تستقبل الثلج السابعة لهذا العام، حيث يتوقع بمشيئة الله أن تتراكم الثلوج في مرتفعات الرشادية والقادسية، مرتفعات لواء الشوبك
مرتفع أعالي لواء البتراء ومناطق مثل مرتفعات الطيبة، جبل مبرك، رأس النقب، وأيضا بعض مناطق الهيشة والمناطق الواصلة بين الشوبك ووادي موسى. هذه توقعاتنا لتساقط الثلوج خلال تأثير هذا المنخفض الجوي وخلال ساعات هذه الليلة ونهار يوم الغد. وكما تحدثنا بأن معظم المناطق التي تشهد تساقط الثلوج هي مناطق ترتفع أكثر من 1000 متر عن سطح البحر، والتراكمات في الشمال الوسطى ستكون محدودة ومحصورة في القمم، في حين يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون الثلوج حاضرة بشكل لافت في مرتفعات الشرع. لمن يسأل عن تساقط الثلوج في العاصمة عمان وتحديدا في غربي العاصمة عمان، ربما نرى زخات ثلجية خلال ساعات بعد منتصف الليل وصباح يوم الغد، ولكن التراكم فرصته يزيد كلما زاد الارتفاع. واضح بأن القمم في العاصمة عمان هي الأكثر نصيبا لحدوث بعض التراكمات المحدودة، ولكن إن توفرت الظروف المناسبة ربما تحدث تراكمات دون ذلك، ولكن الفرصة بوجه عام ضعيفة. كملخص إذن لتأثير هذا المنخفض الجوي خلال 24 ساعة القادمة، من المتوقع أن يطرأ انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة مع طقس شديد البرودة وغير معتاد لمثل هذا الوقت من العام. أود أذكركم بأننا الآن على موعد مع بدء فصل الربيع، وللمفارقة يتصادف وجود هذا المنخفض الجوي مع بدء فصل الربيع أجواء شديدة البرودة قطبية، وهي أقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 15 درجة مئوية. الأمر الآخر، يتوقع هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة تكون غزيرة أحيانا، وربما نشهد الكثير والزخات العديدة من البرد في مناطق مختلفة من المملكة خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي. يتوقع تساقط الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر اعتبارا من بعد منتصف هذه الليلة، وأيضا يتوقع أن تتراكم هذه الثلوج كما ذكرنا في أعالي جبال الشراء وأعالي الكرك وقمم المناطق الشمالية وبعض أعالي العاصمة عمان كما تحدثنا سابقا. انتقالا لتوقعات الطقس هذه الليلة في العاصمة عمان، يتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة، درجة الحرارة الصغرى متوقع أن تهبط إلى درجة واحدة فقط فوق الصفر، أجواء قارصة البرودة في أغلب مناطق المملكة، هناك أمطار مخلوطة بثلوج متوقعة بعيد منتصف هذه الليلة، ويتوقع أن تشهد المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر داخل العاصمة عمان تساقطات ثلجية بمشيئة الله تعالى، ربما تكون متراكمة فوق القمم. نهار يوم غد تعيش المملكة وسط أجواء باردة جدا، درجة الحرارة العظمى فقط 5 درجات مئوية، معدل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان يوم غد يصل إلى تقريبا 20 درجة مئوية، ولكن غدا تسجل درجة الحرارة العظمى فقط 5 درجات. أجواء قارصة البرودة غائمة مع هطول الأمطار على فترات، تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا ومترافقة مع تساقط زخات البرد، كما وتستمر فرص الثلوج كما هي عليه هذه الليلة خلال ساعات نهار يوم الغد. خلال ساعات الليل تتراجع الفعالية الجوية، يبقى الطقس بارد، درجة الحرارة 4 درجات مئوية، ويتشكل الضباب، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار. يوم الأحد يطرأ ارتفاع عدد درجات الحرارة، تصبح درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان 10 درجات مئوية، ويستمر الطقس بارد بوجه عام على غير العادة مع أجواء غائمة جزئيا. في ساعات الليل يعود يصبح الطقس شديد البرودة في بعض الأنحاء مع أجواء غائمة جزئيا. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الاثنين، تصل 15 درجة مئوية في العاصمة عمان مع أجواء غائمة جزئيا، وهناك فرصة ضعيفة لبعض الأمطار خلال ليلة الاثنين على الثلاثاء مع صغرى متوقعة 10 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. قبل الختام، هناك بعض التوصيات الهامة، وهو الاستخدام والحرص على الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الظروف الجوية الباردة وقارصة البرودة، كما نوصي بالحرص بالاستخدام الملابس الثقيلة للوقاية من البرد، كما ندعوكم لعدم اللهو بالثلج في حال تراكمه فوق المناطق الجبلية العالية، نظرا طبعا للوضع الصحي الذي تمر به المملكة كما تعلمون، وخاصة أن الطقس البارد هو بيئة محفزة لانتشار الفيروسات. إذن كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة بشأن الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.